مرحبا معكم دكتور عبد الله أنيس، أخصائي الأمراض الجلدية، الجراحة الجلدية وتجميل عيادة سليمة الطبية. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم الجميع اللي هو الريجوفينيشن أو النضارة. هاي في عنا مستحضر مشهور يمكن كلاتكم سمعتوا عنه اللي هو البولايت من شركة الليرجان، عبارة عن انجكتابلز إبرة بنحقنها في نقاط متعددة من الوجه، بنكرر الإجراء بشكل دوري حتى نحافظ على النتيجة الجميلة اللي عم نحصل عليها. إجراء بسيط ما بيتطلب أكثر من دقائق معدودة وبألم يكاد لا يصلح.